أنت ذكرت في أحد اللقاءات إنه أنت عندك قصة حياتك قاعد تكتبها. اي نعم. إيش وقت تمثلها؟ أو مو أنا أمثلها، لا أنا راح أكتبها. أنت تكتبها لكن الطفولة مو أنت تمثلها، بالكبر راح تمثلها. حتى بالكبر ما أمثلها، ما يصير، ما يجوز، لازم تطين الخبز الخباسته. أكو ممثلين جيدين هم يقومون بالدور. أما أنا لا. لو قلت لك رشح لي الأسماء اللي تحب أنه تعمل هذا العمل، من الأسماء اللي راح تكون؟ أنت تكون مثلاً تحس أنه حيجي شخصية عزيز الرسام. والله يعني أنا للأسف أنا إذا أريد أمثل دور الأب مثلاً، دور الأب ذا بالشخصية، أنا أطيل سامي قفطان. إيه، لأن رجل يجيد كل الأدوار ورجل يحترم الدور مالته. وكثير من الفنانين الطفولة ما تكون، الطفولة لازم أكيد أكو من دول النوابغ الحلوين. أكيد أكو. فأنا سميت القصة بين غالب ومغلوب اسمها. غالب ومغلوب. اي هم تتطرق على الفن. انت شنو، غالب ام مغلوب؟ انا المغلوب. اي الى